خطأ هنا تسرع. يتابع يوب روجر، وروجر أداء هجومي أفضل هذا اليوم أفضل. وهنا لمحة فنية من الفنان المايسترو يمتع الجمهور، وإن كانت النقطة منتهية ولكن لاحظ عطنا الإعادة، هذه لعباته فعلها مع الجوكو، فعلها مع اليد، ولكن الأرجل لها دور آخر. ورو ومن ومن خطأ لآخر استشاري يعطي التعليمات لروجر، وهنا روجر اختيار ممتاز. تسرع في من نقطة لأخرى، لا يأخذ وقت كافي. فرصة ثمينة تشيلتش، ايقاع ارسال سحق يعوض رد، وثمانية وسبعين شوط على الارسال قبل هذه البطولة، وحقق 559 ارسال ساحق، وهنا يرتكب دبل فوت. وروجر يتحدى روجر، حتى ما قبل البطولة ارتكب 100 دبل فوت. الاخلاق بالاداء بالاحترام وبال ايضا التدريب والجدية في التدريب. أداء هجومي رائع من روجر، مارين تشيلتش يعني الله 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 الله. متعطشين يا روجر، متعطشين في هذه المباراة، الجمهور يتابع خلف الشاشة ينتظر اللمحات، وهنا روجر يتألق ببسك شوت فورن. لاحظ الإعادة، تشيلتش يسيطر في أداء هجومي، يأتي ببولي، لاحظ وصول ممتاز لروجر المهار. يصعد على اليسار حاضر، على اليمين حاضر، ثلاث يرسل وبسهولة طبعا مع هذا التقدم لامس. ارسال يا سلام يا سلام، روجر فيدرر
مرة ثانية. تسديدة تسديدة مميزة وجيرتش يتحدث. حكم الخط يقول داخل وجيرتش يقول لا خارج. والتحدي والتفاعل اسمع. خارج خارج. يا له من ايقاع. تشيلتش يركز على باك اند روجر وروجر يتألق بالباك اند. الكره خارج الملعب. اذا روجر فيدرر الى نصف نهائي شنغهاي بطل العالم يتأهل كرابع لاعب الى المربع الذهبي ويحقق فوز رابع في سجل المواجهات على تشيلتش وروجر للمرة رقم 13 إلى نصف نهائي. وما أفضل لموسم 2012 مرتين روجر سبع فرص يكسر سالف خمس مرات الأسات الساحقة نسبة جيدة لروجر 9-1. إذا المباراة استغرقت ساعة 21 دقيقة. استطاع روجر أن يفوز 6-3 6-4. إذا روجر سيواجه أندي ماري في المواجهة رقم 18 حيث يتفوق أندي ماري 9-8 بينما جوكوفيتش يواجه توماس بيرنيتش للمرة 11 وتفوق